موتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب انر عليهم قبورهم يا رب العالمين، اللهم يا رب انزل لهم نورا من نورك في قبورهم يا رب العالمين، اللهم يا رب اغسلهم بالثلج والبرد، اللهم يا رب نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم يا رب ارحمنا اذا سرنا ما صاروا اليه يا رب العالمين، تب علينا وتجاوز عنا واغفر لنا يا رب العالمين، واكتب لنا كل خير، خير الدنيا والاخره يا ذا المنه والجبروت. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احفظ لي والديني ووالدي المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، اللهم يا رب احفظهم بحفظك وبعينك التي لا تنام. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا رب تجاوز عن الاموات منهم يا رب العالمين، اللهم يا رب تجاوز عنهم، اللهم يا رب تجاوز عنهم يا رب العالمين، وارحمهم برحمتك يا رب العالمين، واسكنهم على الجنان يا رب العالمين. اللهم يا رب أن مهما دعوناك يا رب العالمين، ومهما تفرجنا لك بالدعاء، لن نوفيك حقك يا رب العالمين. أسأل الله العلي العظيم أنك تكتب لنا كل خير. اللهم ما في صدورنا آمين، اللهم ما في صدورنا آمين، اللهم ما في صدورنا آمين، اللهم ما في صدورنا آمين يا رب العالمين، اللهم يا رب ما في صدورنا آمين. أسأل الله العلي العظيم أن الله يشفيك. لا ضاري ضاري ضاري.